ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف المرصد الأوروبي لرصد الزلازل قبل قليل من يومه الأحد وقوع هزة أرضية قوية بمارتيل بلغت قوتها 4.9 درجة على سلم ريشتار. وأوضح المرصد من خلال الأرقام التي قدمها قبل لحظات أن الهزة وقعت على الساعة 12:56 دقيقة، مشيرا إلى أن مركزها يقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة تطوان. وتجدر الإشارة إلى أن شمال المملكة عرف خلال الأشهر الأخيرة العديد من الهزات الخفيفة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.